السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ويندوز 8 أو 8.1 ألغت مايكروسوفت خيار حذف الشبكة اللاسلكية أو معرفة كلمات المرور الخاصة بها المحفوظة في جهاز الحاسوب باستثناء معرفة كلمات المرور الشبكة اللاسلكية المتصل بها فقط. ولهذا سنقدم في هذا الشرح كيفية عرض الشبكات اللاسلكية المحفوظة في جهازك وكيف تقوم بحذفها أو معرفة كلمات المرور الخاصة بها عن طريق موجه الأوامر CMT. ما عليك سوى تتبع الخطوات التي سأشرحها. في البداية توجه إلى مربع البحث الخاص بالويندوز 8 ثم اكتب CMD وبالزر الأيمن للفأرة اضغط على Command Prompt ثم اختار Run as Administrator لتظهر لك النافذة الخاصة بموجه الأوامر. ولتحصل على قائمة بها جميع الشبكات اللاسلكية المحفوظة في جهازك يمكنك كتابة الأمر التالي: Niche VLAN Show Profile ثم اضغط على Enter، وبذلك سيظهر لك أسماء الشبكات اللاسلكية التي قمت بالاتصال بها في السابق. ولمعرفة باسورد إحدى هذه الشبكات يمكنك كتابة الأمر التالي: Niche VLAN Show Profile. وتضيف name يساوي profile name وكي يساوي clear مع استبدال profile name باسم الشبكة التي ترغب بمعرفة كلمة المرور الخاصة بها. بعد ذلك تضغط على Enter لتظهر لك معلومات حول الشبكة بما فيها كلمة المرور الخاصة بها ونوع الحماية المستخدم فيها. في الويندوز 7 يمكنك حذف أي شبكة لاسلكية بشكل سهل وبدون تعقيد، إلا أنه في الويندوز 8 أو 8.1 ستجد الأمر معقدا بعض الشيء، بحيث ستقوم بعملية الحذف عن طريق موجه الأوامر من خلال كتابة الأمر التالي: Niche VLAN Delete Profile Name يساوي Profile Name مع استبدال كلمة Profile Name باسم الشبكة التي ترغب بحذفها. بعد ذلك اضغط على Enter. وبهذه الطريقة ستتمكن من سد الخصائص الذي تعرفه إصدارات الويندوز 8 أو الويندوز 8.1 في هذا المجال فقط عن طريق كتابة أوامر الدوس وبدون استخدام أي برنامج. إلى هنا نكون قد انتهينا من شرح حلقة اليوم، واتمنى أن تكون هذه الطريقة مفيدة لكم. ولا تنسوا الضغط على لايك للإعجاب بصفحتنا على الفيسبوك أو الضغط على سبسكرايب للاشتراك بقناتنا، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.